فرت آدي آدا وما سنتين أسوسيشن كان وحوا أمريكان معايا هيد بقى هيد نيو أمريكان سبورتس هيريتج أسوسيشن أو ليك آدي آدا وما سنتين مرتقات كانوا مرتقاتين مقالة كولومبوس مقالة كولومبوس مركو غرسي وحوا مالنا يا لح يتمصل عن لقجوه مركان أمي صاحب بشير قال لي أيوه هنك كوب وعصوب ده ما أنت ليش عن جو غيره ما أعرف شيء وما معناها سو ما لذا نك كوميديا نك هو عن سبانا خلاص خلاص لو حاولوا ما هذا يا كولومبوس أوهايو وحكى لو جرته عاوز جوك بدل ما ينهى يا لكن وقت بحاجة ويريا مولسا رنتي أنا كنت نن very emotional في الصومالية نن ما مالو دي ويدي وحيد يا عادي ما وينك سمعوا تاجرتا أنت صومر تلو تاجر سنة سامتا ودك كي كان جعلها من حوينا أنا بس سكتون نقول ما صومنا يا مال لكن صومالا ده قبيلة ده باب يصير وح دم نور دي كنا وقبيل ما أنت هني لو شيء هاي 1978 أو 79 ما هي ما غادي أنا سعودي عربي هذا أنا صومالي جامعة كدكتة أنا كنت تجي ما كان تجي والله ما كان يقول رسي قبيلة أنت كور رسي واحد أنا صومالي أنا هي الحمرة أسكاها ما كان قبيلة ده صومالي وحباب عشيرة نو هذا ما له دعوة يقول مركي تقالوا ده عن سكاي أيضا العرارة اللقاحية شنو ما قلت لك تاذا أي أن نما صار راعي وتروح توي نك نكي عاليري لم يسوي تي لا عاير بينك حوجان لو كان دجال نك واسك قيش وريا صومالي يا صومالي يري مكاي فجيل واحد فجيل هو وريا مسلم يا مسلم يري مكاي فجيل دفقوا ولا عرايا بركت نبي وري وريا وقادين وتروح توي ماش عرا يوتن الصوص ويا ما كنت دجال دجال لك دجال بركة هركا سان جوجنا مسلطين مو حلا جم لا جم على صومالي مو حلا جم لا لكن يا هبل تاع دير هذا كل ما سوى كعيسي مرقا تاس إلهي مو حلا كبر يا إنه بطل على صومالي بس سوى جديد لنا عكال هذا هم قالوا كم ديك ولي جوا جالا مرة بان هيسا سكوت إلى فنان نقول ما تروي سوري مرك هذا فنان نقول له رقم مدقق إن شاء الله دل مر يا كم ديين إسكالاتي لكن برا برا بقول هاي نبى عن هلا يشرب بوا يقول صوب هلا لكن هذا ما أكون مدي يقول هذا مجرو مرك أنا قال له سوق بيجر مرك لنا أسبورت كده في رسي ما نبي هم غرتا أسبورت كهرو عمر صومالي أمبرا ركوب الله ما نبي ده هم غلاي عبد الله قال جنبي وقاف مركو عائلة عهو بغضي جنبي وغاتي ما كنت على حمر يا كسبائي بركة بركة سبارتس كنا هروم مرة صومالي يا محمد يسا قلت شغل وحن أنا هو رسالة جنس مي أو صومالي لا يقفته وما الحوين يا صومالي ونقت سابت صومالي ذا حتى ما أرتح حصل شغل محمد يسا سكا جنجير لنويا سوري سمارسة ما أنه ذا في الله فرماج وحارك أفروها بشي ما نقوله مرك إلهي ما وقف قال شيخ شريف أركي أو وطئنا هاي ما تقال سوى الجينسة والله الحيسة هي كما عير جوردانا لك إلا بات يجرون نقصه مركا صمالي وعيدي شكاية سياسة هسكو نقلل سياسين تبحوا هاي لبات هاي سبسة مركا إلهي وحان كبر يا إلهي وقف قال بدك هلا لنا عهدا في رسيد ما تقال قبل هذا وافيش صوماليا وماش كلية متقنا ودنا كأوير أو مدحوينا بدر نكز مدحوينا شيء جناي أنا ويا مرايك وارثي 56 سواي أنتوا دول كل أبي وارث هل مدحوينا كتري هي مدحوينا كحجين مركا وحا في تسعة غير الوجه جن نكز 10 years وعم أنا قبل الله مدحوينا يا لنا قلت له وحا ما قدرته مدحوينا معقول صلاة وأروح هنا هنا هنا
لا عامل واخر وعامل دونتا ملعوينها وغير دول برقا وحاو قصوا عنا هو قصوا عنا هدا بلدوين في رسل ملعوينها علم ملعوينها بقل دول برقا وارون بايدا بادا مغشل ملعوينها وعامل دونتا انا هو او اللي سانتا عامل دونتا برقا وهو حصوص عدو باي بانت هدو ملسين لن يرضى وقاعدة 10 years 15 years from now وحديدنا انت والله ما تعرف له شيء يعني سنه دام قصوا عنه مركا تاسنا الهي هن وحن كبر يا نوسنا قارسين وهل ميد ان نقله ارت ما دحوين يقول سمارت سنه افريكا اتنك روبر مقابل وها وحي كان ديقان دقل مرايكنك مرايكنك كانوا حواي نكي ودن كيس اما ديس كيس وقع دقل كان ديقان هذا كان روبر مقابل وحير مركي يمادين تقانا مشينا ريسك وحي نبرين سا انت كنا انا اصل قبصني مركا انا كلا قادنا بابا لك هاي سنه كلا ايغر لك هاي سنه ورن مركا هذا بحال ما عليه شيء قال وحاج جرى سبورتس ضد الايرا وبدن وبدن كم تقانا دباته كويس اورجانيزيشن حجر شيخ اي ولد مركا وحنا شيء قال dadkiina sportiga jecel professor qaldan waa jooga professor qaldan sheegay sayni sheegay ayaan si gala salaah ani asag ni yar ma hadda kor adiga si gala ku ciyaarin ma tanta ku ku ciyaaray ku wasaar zar sasta ku ulu jira oo shii yar gala adiga ma awistay ka caleeno adiga ما أنا كلكوا عادوا كل متأكل ما تنتهى قابا سو كلكوا عادي هو إيه من أوراق ما تاني ما تنتهى قاعد سو عادي ما تكلا على عفة ما تنتهى أن أن ما عاوز صاحب لا عادي هو تروس توي ما هاي قالوا إيش قال نسا إيه كه بوس تكريم أنا ما إيش عن شيء قلت مرتب كوع ماشى سفاري سفاري يا لهنا صلاه اسكو ما لك سكر اسكو البلاد اللي نوصل دي كنجر سنة بيقول مرق مرق وين ما الله والله عاوه ده كيش دور متى لا بنا شيء لا شيء ما لنت جلطان دفن ما شيء صلاة عادي سكاهر وحكى له إني شيء يا واي صلاة ده فيرس هذا هذا قبل ده حيدا هسي رنتي المبدأنا اللي كدله ورنتي سبب توحيته والدين تسبشل أبياشة أي علم هذا يا رن أنا شيء أنا قلنا تين دوتو أحمد المهي قدر الله نقول أشياء مركب متقنا أبا هادو كتر المها هاي ما ما هو ذكرته والله روح أي شيء عنق ير هو هو هجرة هاي ما دقي سنة أنا قلنا هذا الله وأم صاير واللي باح قال إنك مركب اللي بعتذر المها وحكي كان أبياش هاي يجيك أنا قاعد أقول ودن كنا حبا بعشر معناها بتبادي وكل وهو يجيك قبلها أن كل الجامعة ذيك وضع بحان مركا أنا أرد سوش هاي النوال قبل الجامعة ذيك بحيسا وقالوا قد دالها يا مصر السيق هذا نسا ويلشي كلي وبابا أما الكوليستر أما وكريمينال مركا قبل دي يبقوا سائل مركا رون تان سوش هاي أجنبي عانا هذا لو حالي يتموا كشفت كما شبه لدن تاو بيسي مركا ويلشي أنا قد دال وحابونتا tan kale gabdhaha naftooda runa u sheega waxa way naaga waxa jira ayaga dhibaato haysato naagti fiican ay arkaan balaay u sheegaya laana qisal ma ku yelaa ma aniga eri ha alab saqat mutaqana waxa hada Minneapolis wal farba qadanaysa mar hadda nin iska dhaqna in isla dhaqanahay wal far iyo balaay iyo qabow wala doonaysa marka gabdhaha naftooda qalad ay leeyihiin marka waxa fiican in aan soo sheegno wadaadadu kama hadla dadkuna kama hadla aniga kuma di kaliya ma aha waxay dadka runta u sheegaa especially dhalinyarada iyo mataqaana waalidiinta waxay qodan hadda ka waraa sheekay in sheegaya true story magaalada allaha joo magaalada allaha markaa joo gabar aan arkay cunug yar waxay geysay mataqaana tabahna u jirtay aniga markaa u jirtay waxay tiri waxa loo jarayaa muhoog muhoogan weyn marta oo dhoorka camala oo kuwa albaysteenka soomaaliyeed filmaadka ay wadan jireen wiilku xir hooyay gudda
أيضا ويلكي وين يا حارس ولا لا ويلك ما كديت سبحان وصفة عندك ما وجدت كل يوم سيجف فرس قبل راح يبغى ذا شق ما تيجي وهذا يجي لهذا ما قصر جت هاي أفر لا تنجح ربعت صار إلا شيء لا تنجح أنا من أمريكا جوا مركب ولا لي مركب والدين ده قارقون نفطه لكن على له باهي الباك اللي ما أنت قارئ ليش شيء أنا أنا أدار واحد أيام لك الجديد لك الجديد أنا تبي الجديد أبا أصر كتب يقيم مركب الجديد أنا جي ولا كروه أنا جي وأعرف هي أيه دي ومنطقة أنا جاد أنا يسوع بحش ما حد شيء شعب يسوع أبوي أو أصلا كوكوراي قبل يجرب كايو مقاطع بعدي وبنا كجوا أنا جوا بكهله نو سهل كسواي أيوة وين قال كمبيل شيء هاي كمبيل مين وين هذي إيه بقرأ ما أسفك إنجيل هاي وأنتي مستوي مركب نبتي سه أنا كم هشة هشة جيني سين ها هشة جيني سين لكن على أنت أنا أوفر استاف يعني شو نهانتي فيري قصي يقول عادي أنا شيء كذا ما قال الله أنا أربورك بشق نجس ما تقول ما بركة كارك شوف كذا لنا شو تلاقي عم نين قال يا ناس دكان من دي أوتوماتيك ولا صباح نين كم يقول صباح أنا تدري إذا كارك يسار لكن بس الله هو توه يقني تدري تدري كم راح كسر نين كم عري وارد يسوع جد سمح يا أنا بدأ أربورك أنا سوسة الله بنا دستيفة هاي ما جد هاي المصر علي نحن بصوتك قبطي ما تقال أنا كحر نوع روح على نك من ديو إلى الصبح وتماتك جاري يجيب ما حس رأينا بصوتك وش كده فيها يعني صوتك مرفع كان هو عري وارد يجر هذي نمك مالك أنا نفعل أنت الحين تيجي ده يصير ما الله في جو اللي هذا وكليته كان ورسيستا نك على أنا يقانا تجاه يقانا ما شاء الله يروح إلا نك لتكون حرو وضد كلاسيو دمي كان يشيل كل حالي أنا ما أقول نك جالد مقصر نرجعنا لسيا نك حاس كسود نرجعنا لسيا أنا كنا أورانج هالي سيا ده قال الله ده يبلاه ده يحبط منطقة نا كوسلا سب نمن كم كان سواق على جالك هو الوين اللي قلتي نمن جين كسر إيش قلنا له كارقبة أيا ماشي جوا أنا يبقى بقايا أنا كنا أيها البقايا بس يا كورونا نمانجي نمانج مركا أركان أركا وتوه أيوة حير هذا المحل وصلت مركا ماذا إيش يا كفير ما اقترعت والله ما هاي شننا كذا قاضع أفرنا مع دوا نم مركا أركا أكسن كي واحد وين فروم سمالي مركا ما هفر عيدين أيام مركا اللي دخلها مركا سمالي ما هفر عيدين رجوية هذا أركا واحد لما قلت له يقول لي مان ار يو باد لك ما فرح اي ام وورز ذان هي مان لما قلت له 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 أنا أقول لك ورما دي انا كنت اسكت دي انا مره اسكت قالني 75% انا فورم قلت له انا نقطه هو غلط قلت له تاني فاف نقطه قال نقطه عيدين انا 9% هو نقطه نفط لقى ما سنتي ثانك يو سو ماتش
waxa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan geeska Afrika iyo magaalada Mombasa lala socodsiinaya in shirkadda caalamiga ah ee dhismaha guryaha Wavemark Property Limited oo ka mid ah shirkadaha ugu magac dheer dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa ay idin diyaarisay guryo casri ah oo dhismahoodu idin cajab gelinayo marka ay ishaadu qabato kuwaas oo ku yaala xaafadda Yeel ee magaalada Mombasa shirkadda ayaa idin haysa mashruucyo kala duwan sida mashruuca guriga casriga ah ee Kasbin oo ah guri casri ah kana kooban 200 qolka shaqaalaha ilaa 400 qolka shaqaalaha gurigaano si casri ah loo dhisay lana jaan qaaday dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasho leh kuwaas oo ay ka mid yihiin swimming pool, gym, meel lagu caweeyo oo ku taala dabaqa 12aad kaas oo isla markiiba ishaadu qabanayso badweynta India una jirta dhismaha wax ka yar 5 daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyay gurigaana waxaa ka mid ah meel ilmuhu ku ciyaaraan security 24 saaca backup generator sidoo kale shirkadda Wavemark Property ayaa waxa ay ka wada xafada yeli magaalada Mombasa guriyo kale oo lagu magacaabo Wave Christie Residence adigoo ka helaya 200 qolka shaqaalaha 300 qolka shaqaalaha 4 qol oo dubla kis ah iyo 5 qol oo dubla kis ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyay qalabka lagu dhisay guriyaha ay shirkadu idin kaga keentay dalalka Turkiga iyo Masar adeegyada kale ee gurigan Wave Christie waxa ka mid ah 3 lift high speed meel caruurta ay ku ciyaarto gym maqaaxi casri ah iswiin boolis ugu jira rag iyo dumar haddaba xafiiska shirkadu wuxuu ku yaalaa Chris Plaza dabaqa 6aad Links Road Yeel Mombasa wixii faahfaahin kale xariir nambarada shaashada idin kaga muuqda.